عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا طارئا لبحث سبل دعم لبنان في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي. ويأتي الاجتماع بناء على طلب من العراق لبحث التصعيد وتداعياته الإنسانية، وأيضا لبحث كيفية مساعدة النازحين واللاجئين وإيصال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة إلى المتضررين في لبنان. وللمزيد نذهب مباشرة للزميل كريم كمال مراسل إكسترا نيوز من مقر جامعة الدول العربية. يعني كريم، هل لك أن تطلعنا عن أهم القرارات التي خرجت بها اجتماع اليوم الذي دعت إليه العراق، اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين؟ نعم ميرفت، بعد التحية، يعني بالفعل الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية الذي انعقد صباح اليوم، يعني هذا الاجتماع الذي بدأ بكلمة السفير الدائم لدى جمهورية اليمن ورئيس هذه الدورة بالترحيب بالوفود، هذا بالإضافة إلى بداية كلمة للمندوب الدائم لدى لبنان حول أهمية هذه الاجتماع والخروج بقرارات لإيقاف الحرب الدائرة على الجنوب اللبناني. كانت بداية كلمة المندوب الدائم لدى لبنان أن هذه الحرب أو الحرب التي حدثت في جنوب لبنان، القصف على المناطق الجنوبية الذي خلف أكثر من 2000 شهيد وعشرة آلاف مصاب وأكثر من مليون نازح للدول المجاورة، تحدث أيضا عن الأزمة التي تفاقمت داخل العاصمة اللبنانية من حيث تأزم الوضع الغذائي والطبي، خاصة بعد نزوح المليون نازح من المناطق الجنوبية نحو العاصمة بيروت. كما ثمن أيضا جهود الدول العربية التي قدمت الدعم الإغاثي الغذائي والطبي للبنان، خاصة المنطقة الجنوبية التي تشهد القصف المستمر، هذا بالإضافة إلى أنه دعا مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لإيقاف الحرب وانسحاب إسرائيل من كافة المناطق التي دخلتها إلى الأراضي اللبنانية. تحدث أيضا كل من مندوب الدائم لدى جمهورية العراق بالجامعة العربية حول تكاتف جهود الدول العربية من أجل إيقاف تفاقم إسرائيل في المنطقة العربية، وتحدث أيضا عن أن الأزمة مشتعلة داخل المنطقة العربية، خاصة وأن اليمن وسوريا ولبنان وفلسطين تتعرض إلى قصف متواصل من قبل إسرائيل ودولة الكيان الإسرائيلي عن طريق المدفعية وعن طريق الطائرات، هذا بالإضافة إلى أن هناك كلمات من المندوبين الدائمين لدى جيبوتي ودولة السودان حول تكاتف جهود الدول العربية من أجل وضع قرارات صارمة للمواثيق الدولية، كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، خاصة وأن تم صدور قرارات بحق إسرائيل من قبل مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بإيقاف هذه الحرب، وأيضا إدانة إسرائيل لما يحدث في المنطقة العربية خاصة في غزة وأيضا ما حدث في لبنان. عقب انتهاء الكلمات من السادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، هناك اجتماع مغلق الآن، ومن المتوقع أن يخرج بعدد من القرارات التي ستكون هامة وستنفذ على أرض الواقع من أجل إدانة إسرائيل مما يحدث في المنطقة العربية. مندوب فلسطين تحدث أيضا بأن الجهود الدولية من أجل إيقاف الحرب بداخل الأراضي الفلسطينية أو لبنان هي هو الوضع الأهم الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك اجتماع لبحث جلسة طارئة بمجلس الأمن، فسيكون هناك الحضور من أجل إيقاف هذه الحرب الدامية في كل من فلسطين ولبنان وأيضا كل من سوريا واليمن. وأكد بأن إيقاف التوغل الإسرائيلي في المنطقة العربية سيعود إليها الاستقرار، وأيضا يعود النازحين من كافة الدول إلى أوطانهم. هذا هو مجمل الوضع في الجلسة الطارئة. هل كريم في الكلمات الافتتاحية في الاجتماع الطارئ، هل كريم هناك ثمت من أنباء عن ربما انعقاد أو الدعوة إلى انعقاد اجتماع لوزراء الخارجية العرب لمناقشة كافة الأوضاع في المنطقة العربية وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تداعيات خطيرة في الفترة الأخيرة؟ هل هناك يعني كلام عن اجتماع قادم على مستوى وزراء الخارجية العرب؟ بالفعل، يعني مندوب دولة فلسطين طلب بأن يكون الفترة المقبلة هناك اجتماع لوزراء الخارجية العرب لمناقشة كافة البنود التي تم مناقشتها في الاجتماع الطارئ، هذا بالإضافة أن كان هناك الاجتماع التشاوري الوزاري للمندوبين الدائمين والذي خرج بعدد من البيانات الهامة بإدانة دولة إسرائيل بإيقاف الحرب الدائرة في المنطقة العربية، خاصة في الدول التي ذكرتها إليك هي لبنان وسوريا وفلسطين
واليمن. هناك أيضا نادى كل من مندوبي دولة العراق ومندوب جمهورية مصر العربية باجتماع طارئ لمجلس الأمن لإيقاف إسرائيل تام عن التوغل بداخل المنطقة، وأيضا الحفاظ على أرواح المدنيين العزل بداخل هذه الدول، خاصة وأن الحرب الدائرة في المنطقة الجنوبية في لبنان خلفت عن ما يقرب من 10,000 مصاب، وأيضا نزوح مليون مواطن لبناني إلى العاصمة بيروت. فبالفعل الفترة المقبلة ستشهد هناك اجتماعات، ليس فقط اجتماع وزراء الخارجية العرب، لكن أيضا الاجتماع الطارئ الذي طلبت به الدول في مجلس الأمن. نعم، بشكرك شكرا جزيلا زميل كريم كمال مراسل إكسترا نيوز من داخل مقر الجامعة العربية، شكرا جزيلا لك.